أم خالد عبر تطبيق إكس تقول: فهمت من سؤالها هل النوم عن صلاة الفجر يكون بسبب ذنب؟ النوم عن صلاة الفجر حتى يخرج وقتها إما أنه من سبب ذنب أو أنه من الذنب نفسه الذي أوقعه فيه الشيطان حتى لا يهتم بهذه الفريضة، فهو ذنب بنفسه، قد يكون له سبب ذنب قبله أو يكون هو من اتباع الهوى وتقديم شهوته على طاعة ربه، والله أعلم.